اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه طبعا هنقف كتير عند لحظات الزهو بالاهلي اللي العالم كله سقف فيها لنادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا بالبطولات في القاره السمراء وفي الشرق الاوسط. لحظات فعلا تخليك تفخر ان انت اهلاوي، وكانت مسك الختام لسنه 2020 الاهلاويه بامتياز. لكن المهندس عدلي كان اختار في البدايه الجمله الاستهلاليه الحديث عن الاحترافيه، ما اقدرش اعديها لك من غير ما اقول لك ايه الموضوع. موضوع ان احنا من ساعة ما الكابتن رمضان اختار انه يروح بيراميد ونحن هو بيقول لك يعني كان طلع يعني حد لا علاقة بالتعاقدات في نادي بيراميدز في مداخلة وجاب سيرة النادي الاهلي، جاب سيرة النادي الاهلي الحقيقة برضه بطريقة غير لائقة. وتحدث على ان كابتن رمضان صبحي الذي يعني يتعرض لعملية اغتيال معنوي رغم ان اتعاملوا معاه باحترافية والاحتراف بيقولوا وهكذا يتحدثون ويصدرون المشهد. اللي لازم الناس تفهمه ان الموضوع مش موضوع ان الكابتن رمضان اختار ايه، انما اختار ازاي، علق ازاي بعد كده. طيب ما تخليني ماليش دعوه برمضان صبحي، خلينا مين عمرو بسوني ده؟ ما انا عايز اقول لك الاول. ما انا هقول لك. انا جاي لك. فاللي بيصدروا اللي عاملين المشكله الكابتن رمضان على فكره الناس اللي وراه اللي زي الاستاذ عمرو بسيوني ده. انا يعني انت بتسالني هو مين؟ هو انا اول مره شفته مع الاستاذ ممدوح عيد. كان جاي الاستاذ ممدوح عيد في فتره الانتقالات مش دلوقتي قبل ما يروح بيراميدز بيعرض علينا لعيبه ومعاه الاستاذ عمرو. وقال لي ده بيساعدني يعني. ما اعرفش ايه الهيستوري بتاعه الحقيقه ما اعرفش يعني. انما بعد كده فوجئت ان لما كابتن ممدوح عيد راح بيراميدز خده معاه. اذا هو راجل له علاقه بانتقالات اللاعبين. هو قدمه لك كوكيل لاعبين او سمسار. ايوه طبعا سمسار مش وكيل معتمد. لا ما اعرفش ما اظنش انه معتمد. لكن هو من بطن ممدوح عيد. حلو من بطن ممدوح عيد. طيب هو 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 المشكله فين؟ المشكله ان انا لما اجيب لعيب ما يبقاش كل همي المكايده. أنا بتكلم على المسؤولين، ماليش دعوة بالجماهير، الجماهير تغيظ بعض زي ما هي عايزة. لكن أنا كمسؤول ما بقاش جايب اللعيب وأنا كل همي إن أنا لما أقدمه يقول هس يطلع لسانه للجمهور وللنادي ويقول لك أنا جيت عشان الطموح وكأنه ينتقل من نادي مغمور برضه مش بتاعته. لا أنت بتصدره، أنت مدير أعماله خلاص؟ أنت الراجل اللي جبته وأقنعته إنه يروح بيراميدز. لكن انت خليته ايه المسج بتاعته بعد ما ساب الاهلي؟ مسج سلبيه اثارت الجماهير. لما يطلع الاستاذ عمرو بسيوني بقى عايز هو متضايق ان في الجماهير يعني متحامله، خلاص متضايقه، ما هو متضايقه نتيجه استفزازها، هي شغاله رد فعل. وهي ليه ما اتضايقتش من الكابتن احمد فتحي؟ لانه ما استفزهمش باختصار. ما علينا، لكن مين الاستاذ لازم نرجع فلاش باك معلش لازم احكيها. انا اول ما عرفتي بالاستاذ ممدوح عيد اصل اقول لك مين عمرو بسيوني احتجت اقول لك مين ممدوح عيد ده الاهم. انا اللي يهمني ممدوح. ممدوح عيد يا سيدي دلوقتي هو يا جماعه المدير التنفيذي ممدوح عيد المدير التنفيذي البيراميدز. اول مره يعني اسمع عنه كابتن الخطيب وانا يعني الكابتن حسن حمدي قال لي عدلي تعالى في لجنه علشان في خبير جاي من الارسنال مستشار التسويق بتاع الارسنال هيقول لنا خبرته ويعني زي نوع من الايه المحاضره التثقيفيه او سيمينار كده يعني عديه بقى فوق. يعني كابتن حسن بيقول لك فانا طبعا كنت مقدم مشروع معين للكابتن حسن لتطوير تقييم اللعيبه وازاي نسوقها وازاي نقيم اللعيبه اللي جايه وكنت مقدمه له. فقال لي تعالى لي بدري شويه نناقش الموضوع ده فقعدت اناقش معاه وبتاع بتفاصيل وازاي احنا نتحرك فيه. قعدنا مده فين 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 بعد شويه لقينا حد داخل احنا مستنيين خواجه بقى لقينا اللي اتضح ان هو ممدوح عيد داخل ويتحدث. قال له انت الخبير بتاع الارسنال؟ قال له انا شغال كابتن حسن. فقال له طيب قول لنا ايه الجديد اللي تقدر تضيفه من ثقافه التسويق وخبراتك فتحدث. فكابتن حسن راح عامل كده قال له انت ما تقدمش اي حاجه جديده، الورقه اللي قدام اهو جزء منه في اللي انت بتقوله دلوقتي. ايه المختلف؟ ايه اللي احنا تقدر تضيفه لنا؟
المهم بعد شويه انا فوجئت انه اتعين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اداري في قطاع الناشئين. برضه الظاهر حاجه الظاهر قال طب نبتدي تجربته من قطاع الناشئين يقيم لنا يعمل لنا حاجه. لكن كل اللي خدناه منه انه خد احمد كوكا احمد حسن كوكا وهربه الى البرتغال. فطبعا الكابتن حسن فتح تحقيق اتضح تورط الاستاذ ممدوحي فخد قرار قال له انا بعينك عشان تاخد اللعيبه وتحتك بيها وتوديها اللعيبه المميزه بره تهربها. خصوصا ان كان كوكا اتصعد مع جوسيه في الوقت ده. المهم انا مش عايز اتكلم في تفصيله دي. خد قرار كابتن حسن مشاه ومنع التعامل معاه في النادي الاهلي. منع التعامل مع ممدوحي. لكن بقينا نشوفه بعض المناسبات يقحم نفسه ويجي زي كاس العالم اللي كان في المغرب وبعد كده وقتها كان الكابتن احمد فتحي واتضح ان هو وكيل الكابتن احمد فتحي ورجع الكابتن احمد فتحي راح على يعني في كل مره يظهر على المشهد بياخد لعيب من النادي الاهلي يخرجه من النادي الاهلي. خلاص هو اقتضى دي شغلته. لكن انت بقى لما تروح وقد يعني بخلفيه معينه انت عملت ايه مع النادي الاهلي ما تجيش كمان تبقى كل همك. اصل بص الاستاذ عمرو بسيوني بما اننا نتحدث على الاحترافيه هو الاحترافيه يعني ايه؟ انك في مؤسسه كل واحد عارف دوره ولا احد يتجاوز في دور الثاني. يعني لما كان بيطلع مثلا حاجه في متحدث عن الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، في متحدث عن عن مجلس الاداره والنادي ككل استاذ شريف المتحدث عن المجلس في قراراته شريف فؤاد مدير النادي متحدث عن بعض الامور محدده ما حدش بيخش في الشغل الثاني لدرجه ان احنا ما كنا بنتناول قضايا كنا بنقول ده راي البرنامج مش راي المجلس عشان ما صدرش مشكله. فلو الكلام اللي قاله الاستاذ عمرو بسيوني راي النادي بيراميدز هنرد بقى بشكل مختلف خالص لان عيب انك تتكلم عن النادي الاهلي وتقول اذا كنتوا انتوا بقى عايزين تعرفوا طب قولوا لنا البطولات بتاخدوها بايه بتاخدوها ازاي شغل بقى ده شغل الناس قاعده على القهوه مش شغل واحد يتحدث عن نادي منافس لكن لو هو بيعبر عن رايه لا 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 هنتجاهل هذا الامر. فانا بتوجه الى اصحاب نادي بيراميدز وكلهم هم دول المحترفين هم دول اللي عاملين تجارب الملاك اصحاب الشيء اللي لما يطلعوا يتكلموا على الانديه اللي بينافسوها باحترام وفي نفس الوقت مؤكد لا يقبلوا هذه الفوضى والعشوائيه هذه العشوائيه ان كل واحد يتكلم وقت ما يحب ويطلع لا ولا